على كرسي متحرك، زوجة خالد الصاوي تكشف تفاصيل أزمته الصحية. شاهد خالد الصاوي على كرسي متحرك وإلهام شاهين: يا حبيبي يا خالد. كشفت زوجة الفنان خالد الصاوي مي كريم الحالة الصحية الخاصة به بعدما تعرض إلى أزمة صحية شديدة، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقالت زوجة خالد الصاوي: مساء الفل جميعا، خالد الصاوي عنده التهاب أعصاب في رجله اليمين نتج عن إصابة أثناء يوم تصوير أكشن. الفن يحب الضمير والإبداع له أضراره أحيانا، وحبتكم فوق الراس يومين راحة ويرجع يتنطط بالسلامة في البلوتوهات والملاعب. شكرا لمحبتكم واهتمامكم من القلب، واستنوا الجديد عشان الجديد شديد بإذن الله. كرسي متحرك. وكان قد أعلن الفنان خالد الصاوي إصابته بالتهاب في الساق، وذلك تعليقا على صورة له على كرسي متحرك نشرها على حسابه بتطبيق انستجرام. وعلق خالد الصاوي على صورة مرضه قائلا: أنا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كام يوم بإذن الله. وكتب الفنان خالد الصاوي خلاصة تجربة مرضه قائلا: ساعتين على الكرسي ده يعلموك احترام القوة واحترام الضعف واحترام الكرامة اللي في الضعف. أما عن التشخيص، فقد كشف الفنان خالد الصاوي عن فن التشخيص والاندماج في أعماله الفنية، وذلك خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. إلهام شاهين لخالد الصاوي: أنت فنان مجنون. قالت إلهام شاهين خلال ندوة تكريم خالد الصاوي بمهرجان الإسكندرية: إنك فنان مبدع والفنون جنون، واعتبرك أحد الفنانين المجانين الذين يحرصون على تقديم كل جديد ومختلف، وأحببت كثيرا دورك في فيلم عمارة يعقوبيان والذي يعد دورا جريئا للغاية. وأضافت إلهام شاهين: ذهبت إلى طبيب نفسي في فرنسا ولم أذهب إلى طبيب مصري حتى لا أتعرض للفضيحة، وقال لي أن الفنان المبدع بداخله بعض الجنون، وذلك بسبب الضغط النفسي والعصبي الذي يتعرض له نتيجة الأعمال والأدوار التي يقدمها.